لا، هذيك واحد اللحظه اللي الفنان الكبير الامريكي ذو الاصول الايطاليه روبرت دينيرو، واحد الوقيته ملي كان كيتحدث على الوفاه، وكان متاثرا على الوفاه ديال بيرتولوتشي كمخرج، وكان لحظه صمت يعني، حاول الجمهور انه بتصفيقاته انه يغطي هذاك البياض ديال الصمت. ومن بعدها يعني روبرت دينيرو كان في حاله سيكولوجي، كان متاثرا، ف كان انفعالا من جانبه، ولكن انفعال خلاق احتراما لما قدمه هذا الرجل للفن السابع، وربما هو احد الفنانين اللي دفعونا اننا نختاروا مسار التمثيل هنا في المغرب. فقلت له كلمات منتقات بلغه عربيه، ومن بعد على ما اذكر قلت له نحن نحبك ايها الفنان المقتدر العظيم، ومن بعد ترجمت له يعني بالانجليزيه، قلت له we love you great actor. Just, just, just.